نقدم لكم مجمع جديد في نظام ألتيما البي إي، وهو مجمع ألتيما الذي يعد أول مجمع في تاريخ منتجنا، حيث يتمكن المشاركون فيه من الحصول على توكنات ألتيما الجديدة كمكافأة لتجميد توكنات الألتيما الخاصة بهم. لا تتطلب المشاركة في هذا التجمع شراء عقد أو ترخيص، يكفي فقط ببضع نقرات تجميد توكنات الألتيما الخاصة بك في محفظة سمارت وولت. تحسب المكافأة باستخدام صيغة بسيطة، تقسم المكافأة اليومية على إجمالي عدد التوكنات المجمدة في المجمع، وتضرب القيمة الناتجة في عدد التوكنات المجمدة من قبل المستخدم. يتم توزيع 5 توكنات ألتيما يوميا كمكافأة في المجمع. في دليل الإرشاد سنشرح لك كيفية تجميد التوكنات ألتيما في المجمع، وكيفية إلغاء التجميد، وكذلك كيفية البدء في الحصول على المكافآت اليومية. تجميد التوكنات Freezing. قبل البدء في عملية التجميد، انتبه إلى قاعدة مهمة جدا. أي إجراء خاص بتجميد أو إلغاء تجميد توكنات ألتيما سيؤدي إلى عدد ضبط فترة انتظار المكافأة في عملية التقسيم السبلتينج، والتي تبلغ 24 ساعة. على سبيل المثال، إذا كنت قد تلقيت المكافأة قبل 20 ساعة وكان متبقيا 4 ساعات للحصول على المكافأة التالية، فعند التجميد أو إلغاء التجميد للألتيما سيتم إعادة ضبط الفترة إلى 24 ساعة. افتح محفظة سمارت وولت الخاصة بك وانقر على أيقونة ألتيما. في النافذة التي تفتح، انقر على أيقونة التجميد التي تشبه رقاقة الثلج. على الشاشة التي تفتح أمامك سترى الرصيد المتاح للتجميد Available Balance والعدد الإجمالي للتوكنات المجمدة Total Frozen Balance. لذا اذهب إلى الأخير لتجميد التوكنات. انقر على زر Freeze. يحدث التجميد على مرحلتين، في المرحلة الأولى تقوم بإعداد ألتيما، وفي المرحلة الثانية يحدث التجميد بنفسه. في الشاشة الثالثة التي تفتح أمامك انقر على Prepare Ultima. في الشاشة الثالثة يطلب منك إدخال عدد التوكنات المراد تجميدها. أدخل الكمية المطلوبة ثم انقر على زر Prepare for Freezing. بعد ذلك ستحتاج إلى تأكيد الإجراء باستخدام PIN Code. في النافذة التي تفتح لك قم بتأكيد التجميد بالنقر على Confirm Freezing. بعد ذلك تحتاج إلى تأكيد الإجراء مرة أخرى عن طريق إدخال PIN Code أو استخدام Face ID أو إرفاق Smart Defender بهاتفك الذكي. إذا نفذت جميع الخطوات بشكل صحيح جدا، سترى شاشة تحتوي على تهنئة، مما يعني أنه تم تجميد التوكنات بنجاح. إلغاء التجميد للتوكنات Unfreezing. يمكنك إلغاء تجميد التوكنات خلال 10 دقائق بعد التجميد. للقيام بذلك قم بالعودة إلى قائمة التجميد في أسفل الشاشة وانقر على زر Unfreeze. في الشاشة التي ستفتح أمامك ادخل المقدار الذي تريد إلغاء تجميده ثم انقر على زر Confirm للتأكيد. في الشاشة التالية قم بتأكيد عملية إلغاء التجميد من خلال النقر على زر Unfreeze. أكد هذا الإجراء باستخدام PIN Code. بعد ذلك تظهر لك شاشة تخبرك بأن كل شيء قد تم بنجاح. طالما بقيت التوكنات وخاصتك مجمدة، تتمكن من الحصول على مكافأة يومية. ولكي تحصل على هذه المكافأة عليك أن تطالب بها. للقيام بذلك على الشاشة الرئيسية في سمارت وولت انقر على أيقونة ألتيما. في النافذة التي تفتح انقر على زر سبلتينج. لا شيء صعب لدينا. تفتح لك شاشة تحتوي على معلومات تفصيلية مملة حول التقسيم السبلتينج. My Frozen Ultima عدد توكنات ألتيما المجمدة في رصيدك. Total Frozen Ultima العدد الإجمالي للتوكنات ألتيما المجمدة في المجمع. Daily Reward العدد اليومي من توكنات ألتيما الموزعة بين المشاركين في المجمع. بعدها يوجد لدينا Current Block تعرض الكتلة الحالية في البلوكتشين. Final Block تعرض لك الكتلة الأخيرة لفترة الهالفينج الحالية. My Estimated Reward تعرض قيمة المكافأة التقريبية لكل ما تمتلكه من ألتيما المجمدة. Price per one frozen قيمة المكافأة مقابل ألتيما واحدة مجمدة. انقر على زر Claim Reward في أسفل الشاشة. ستفتح لك شاشة تحتاج فيها إلى تأكيد موافقتك على شروط استخدام المنتج عن طريق تحديد المربع والنقر على زر Confirm للتأكيد. انتهى الأمر، طلبت مكافأتك. سترى رسالة حول هذا الأمر على شاشة هاتفك الذكي. يرجى الانتباه إلى أنه إذا كنت تستخدم Smart Defender
سيطلب منك إرفاق البطاقة بهاتفك الذكي للحصول على مكافأتك. انتبه أيضا إلى أن هناك رسوم في سمارت مقابل التقسيم السبلتينج، لذا تأكد من وجود ما يكفي من كوينات سمارت في رصيدك قبل إجراء المعاملات. لا تنسى المشاركة في التقسيم والمطالبة بمكافأتك كل يوم. حظا سعيدا لك. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار تواصل مع فريق الدعم لدينا ونكون سعداء مساعدتك. مع السلامة.